اهتمام مهرجان العالمين ما وقفش بس على منافسات كرة القدم. لو هنتكلم عن الفعاليات الرياضية المختلفة اللي بتحصل في المهرجان، لا كمان في منافسة قوية جدا لأساطير كرة السلة اللي بتنطلق أو خلينا نقول بنطلق عليها يعني لعبة العمالقة. خلونا نعرف أكتر من كريم بيبرز عن الموضوع ده بالتحديد. يا مساء الفل عليك يا كريم. تحياتي ليكم وتحياتي لجميع الساده المشاهدين، برحب بيكم من المنطقه الترفيهيه وتحديدا المنطقه الشاطئيه زي ما بيطلقوا عليها. يمكن المميز هنا ان هي منطقه شاطئيه ترفيهيه عشان الملاعب هنا بتطل على البحر. الحقيقه انه جزء مهم جدا من مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه هي الفعاليات الرياضيه. جزء مهم كمان منها هي دايما تكريم الرموز، جزء من الحفاظ على الهويه المصريه ان احنا نحافظ على رموزنا في كل حاجه منها الرياضه زي كره السله، ودي حاجه مهمه جدا جدا وليها الحقيقه جمهور كبير جدا جدا. تعالوا نشوف دلوقتي معنا المهندس جارو فاي، هو رئيس مجلس اداره الشركه المنظمه بالتعاون مع المتحده هنا لهذا الايفنت الخاص باساطير كره السله. مهندس جارو برحب بحضرتك. يعني يمكن مميزة الموضوع شوية، هو مش مجرد باسكت، المكان أكيد ليه دور، وحي المكان ليه دور، كلمنا شوية عن المكان واستضافة المكان. طبعا نورتونا، وزي ما انت شايف يوم جميل جدا النهاردة، ويوم يعني تاريخي بالنسبة لمنظومة كرة السلة. هبتدي معاك من الأول. احنا بداية السنة كان في اتصال مع الشركة المتحدة، وجينا في الزيارة هنا في المكان الجميل ده، واول ما شفنا المكان المخصص للملاعب الرياضيه زي كره القدم والبادل والبيتش فوليبول، فلما شفنا الملعب مكان الملعب هنا طبعا على طول قمنا بالاتفاق مع بعض على طول، وابتدينا تجهيز الملعب. استعملنا طبعا احدث التقنيات للاوت دور 3 اكس 3 كورتس سيرتيفايد من الفيبا عشان يتلعب عليه البيتش 3 اكس 3، وزي ما انت شايف مفيش مكان احسن من قدام الابراج. وطبعا النهارده كمان عندنا شويه ابراج كده وراك زي ما انت شايف، بس ابراج سلويه. الواحد سافر بطولات كتيره بره، الجو اللي انا عايشه النهارده ده حاجه عالميه، مبسوط جدا جدا في وسط كوكبه من نجوم كره السله، وانا سعيد ان رجعنا نلعب تاني كده 3 اون 3 مع مجموعه من لعيبه الاتحاد والزمالك والاهلي. مفيش احسن بصراحه من الاجواء ديت والجو اللي حضرتك شايفه، ملعب الباسكت موجود في البحر حوالينه، والاساطير اللي هم الناس قدامى كره السله مع الجيل الجديد اللي بيلعب كرة السلة بيتقابلوا، ودي مسج اللي كله يقدر يمارس لعبة كرة السلة في كل الأماكن. أول حدث يتعمل على المي على البحر، يتعمل ملعب باسكت 3 على 3، ده حدث عالمي بالنسبة لي، دي حاجة شرف لينا تسعدنا. بنشكر المتحدة وبنشكر إيفنت بلس بقيادة الأستاذ كابتن جارو، يعني اليوم جميل. الباسكت طبعا الحمد لله احنا في طفرة كبيرة جدا من خلال دعم الوزارة ومن خلال الاتحاد المصري كرة السلة، وطبعا إيفنت بلس والمتحدة عاملين شغل وعاملين كورت هاف كورت يعني تحفة الصراحة. أنا كحد بلعب باسكت وأنا عندي 5 سنين ما كنتش احلم ان انا اشوف مصر ملعب باسكت على البحر، دي كان حاجه كنت بحلم بيها، بتشوفها في الصور بس في امريكا بتشوفها بس كده. انا مبسوط جدا من حاجه زي كده، وطبعا لعيبه كبار زي دول بتفرج عليهم متربي عليهم وانا صغير، بتفرج عليهم في التلفزيون وفي الماتشات في الاستاد وكده، ان انا انزل معاهم الملعب كانوا العب معاهم، ده كان بالنسبه لي حاجه كنتش احلم بيها يعني، فانا مبسوط جدا الصراحه.